كل ما الخطر يقرب منك كل ما حجم خوفك عايزين. أما تعريف الفزع هو الإحساس بأن نهايتك قربت. ولا دي مشاه على لا يا رب احنا بنموت يا ولاد. والله انت منفلت. لا ضيوفنا السنة دي هيمروا بالمرحلتين. كل ده علشان يتحقق كان محتاج نجم عالمي كبير، ومش اي نجم. رامز وفان دام هيخلصوا الكلام.